منكم على قائمه بكره. واحد طبعا رامي ربيعه اللي غاب عن مباراه امبي، النهارده هيكون في فحص طبي عشان يتم تحديد يعني مدى جاهزيته للتواجد بكره قبل مواجهه الاسماعيلي في الدوري. وهو يمكن عمل يعني عمليه جراحيه صغيره كده في رجله، وكان عنده خراج صغير، ويمكن دي اللي خلته يبعد عن مباراه ام بي في قبل نهائي كاس. كريم نيدفيد وصلاح محسن لسه في مرحله يعني الاخيره من البرنامج التاهيلي اللي محطوط لهم من الجهاز الطبي، بحيث ان هم يكونوا جاهزين ان شاء الله في الفتره اللي جايه. واعتقد انه ممكن قبل مباراه سيمبا، مباراه الاهلي القادمه يوم 20، هلعب مع سيمبا 20 في تنزانيا، 24 هنا في القاهره، ممكن جدا جدا يكونوا دخلوا في حسابات الجهاز الفني.